السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ كي دايرين مع الصحه؟ تلحق شي وجلست. اه عواطف، صباح بكري فطويات. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ واه بغينا نسولو. السلام. السلام بخير. تجي الدريات اللي كنقطعت الكلمه سويعه النصر الله مزيانة. عواطف، عواطف لحقتو تبان ندس وجلست فوق الفوطيات. حنايا غادي كنا خارجين البنات وطرقنا وطرقنا ماما بغاتيها معاها. كاين شي صالح من هذا الفون، من هذا الكيس فين هي شافته؟ السيد الكبير كلها راه غادي يتغدى. يلا نروح داركم نلحقو نهزوهم. ايوا عواطف لحقت وجلست. يلا يلا خلاص نمشي. احنا غادينا البنات في الطريق وقفنا، قلت لها نشوف نسول غاد تمام شحال باش ناخذ فكره نعرفو حتى هي. قالت لك عجبتها. اش تش اللي عجبك؟ الناموسيه. صح الناموسيه، بغينا ناخذ فكره على الاسمينه وسميتو نعرفو شنو. نشوف شحال هي تشرب الكرانه. الصابور تلطم على التمرميده. لا داك الثوب راه اونتي طاش شي تمسح وديري ريسبيراتور وداك. نعم اختي شكون نتعمسي؟ اه تهدي لقات واحد متعرضه في الزرقاء. لقات واحد، لقات واحد الصالون اخر قالت لي وقف وقف وقف. وقفت لها هي تجي تبندات. شي نهار يشدنا شي واحد يسلخنا. ما انا عجبني. انا عجبوني الفوطويات. غنشوف شي وحده ونشوف حتى الفوطويات. اه هذوك عدي انا كيشدوا الغبره. لا ما مخدومش مزيان. شوفي شت... اه يا بنتي خلينا ساكتين. يلا كل ناموسيه زويونه. شفتي انا عواطف قالت لك عجبها اللون الباش اكثر. ياك الحمر اللي عندها مغموق ولا تيجي بالغمه. هنا الحمر اللي في الصاله مغموق. لا لا شوفي اللون الباج، الباج ما كيطلعش في الراس ما تيدي موضاج، وخصوصا وخصوصا الا كان سامبل. لكن سامبل زوين. راه ما باغا تشري فراش جديد للصاله سيري معاه اختاري الباج. فين بغات تشري؟ والله الا بغات تشري كل مره كتقول لي الله معايا. مع مطلي بغات تشري من البونجات اللي خدات جداد راه عندها السيد تاخذ. ايوا سيري خذي معاها الباج ان شاء الله. سيري والله راه تقول لي انا يلاه معايا الله معايا البنات. انا تنقول انا عارفه الا مشيت مع صدق حاصله. سيري مع انت اختاري وسلتي ما تحصلي والو. والله الا صدق صباح قاسحين شويه ولكن زوينين. لا لا شو هذاك المطارد اصلا انا مي داك اللون مي ماشي المطارد دابا غير الخدمه على حساب خدمه. بدايه فاقت تكرهتي كرهتي الشميشه؟ لا والله الا عرفتي شنو بغيت. كنا انا وعواطف قبيله كنهضروا باش كنا خارجين البنات. قالت لي دابا انت ما تقدريش تعيشي في السوق قسمت ولا شي بقى بصح. قلت لها بالعكس شتي بنا نسينا فاش جيت ولقيت عواطف جالسه مجمعه مع الجيران لتحت وديك الجلسه وطلعت لهنا للشمس. والله حتى تفكرت ايامات زمان وحلاوه ايامات زمان. والله ما كرهت نعاود بيد الله كون بناتي بغاو. والله ما كرهت انا نتحول منه كلب. طيب لحقنا مشي دابا مشيت عند شي جيراننا هنايا. واللي تلاقينا معاه تيقولنا كي درتو مع الخلعه ديال البارح. عرفتي شنو عواطف البارح فلتت بعداك؟ راه درناه فيديو عندنا. وي نهار مكفس عواطف على الله. مسكين هذاك شوف ولا في الاول كاع مشات تاخذ رونديفو لما فلتها واحد. وقالت لي حقا نسيت ما لحقتهاش عندنا. عواطف هادي كاع ما قلتيها. هذاك اللي تلاقى معاكم حدا الجرده. وانت خالتي الزهره دابا قالت لي واحد لواحد تلاقى معايا حدا الجرده ضربها للظهر. قالت لي بحال شي تراكتور ضربني. قالت لي قالت لي 25 يوم هي ناعسه مسكينه شادين الكومادات. عرفت واحد الظاهره البنات ولات هنايا في سوق السبت ولاو الناس اللي مساكن مرادين متلوقين بزاف يعني في الشارع وسميتو. تما تتكوني ما تتكوني غاديه ما حاسه ما ضاله ما كتحسي بالدقه منين جاتك. وقالوا لي حتى واحد الدري كان تيقرا معايا، واحد الدري تيقرا معايا دي مده تعرض الام ديالو تعرض لها شي واحد هبط عليها بسميتو هبط عليها بواحد العصا راسها. السيده مسكينه عرفت شحال هي يا مريضه. والمازال اللي دابا الان مازال ناعسه كومه طايحه كومه.
عاب سباب هادو اللي تيكونوا مطلوقين في الزنقة ما تيديروا ليهم لا دواء لا والو. وعواطف كانت غادية تاخد رونديفو من عند الطبيب لما تعرض لها واحد فلتها وكان بغى يقتلها مسكينة فلتت بجلدها جات لهنايا لا ام حليمة بقات قالت لك ما قديتش نطلع الدروج وكذا وانا كنت في القهوة جات قالت لك تتعاود مع العيالات قالت زعما بالله ما يخرج نصر الله مع كيزيد السويع قراب لينا للدار ما بين 10 حتى 20 متر وبحال هكذاك ويضرم الدار ويسد الباب ورا قالت لك تشات خير في سميتو دابا ديال السيدة وديال السيدة اللي لتحت الدار الدار ديالنا اللي لتحت كاريها واحد السيدة وليداتها كيقراو فيها والدار ديالنا حنايا بالدروج فيها البروميير وفيها الدوزيام الفوق. قالت لك طل بحال ما هكا حل الباب طل بحال ما هكا لقى الباب يعني هذيك ما فيهاش الدروج دار بحال ما هكا لقى الدروج. عواطف جات راهي هدايا تتغوت ما خلات تهش دزكا تتخليك لا تصوري لك وين كانت عندك كل وربطه كل واحد طايته كملوا الصور مشيو البيت فيتامين دي ولا كحزي ليه فيتامين الشمس راه الوقت دا احنا الرحمه من عند الله سبحانه وتعالى والله الا عتبقى يما غطا هنايا في السطح عواطف مسكينه قالت لي يوم كون مت البارح بقات تعالي هي قالت لي كون مت البارح طلعتي بعد الحمد لله ملي خرجت لكم خير قلت لكم البنات طلع ياك طلع الفوق وصلنا ليا الناس طلعوا سد الباب على عواطف عواطف بقيتي واقفه كتشوفي الزنقه ماشي دابا بقيتي برا كانت معاك هدايا دابا صونا ليا واحد والجيران قال لي جيره واحد الشفار طلع الفوق ما عرفوا هذيك الساعه هو واش بعقلو ماشي بعقلو قالك واحد الشفار طلع الفوق وسد الدفه ورا عواطف تنصحب انا عواطف الفوق ماشي عادي حقاش داز عليا جيت نجري درديكه وحده من القهوه صافي شفت عواطف بعدا برا حليت طلعوا بعدا هذوك الدراري طلعت انا وياهم وطلع جارنا هزيتها واحد الكروسه هذيك الكروسه زيد على ما نزلت شي حاجه قالت لي زروطه عند الباب حقاش هادشي ولا هزيت الكروسه اي طلعت نقول لها جو ولا كتي شي حاجه ولا ما درتي شي حاجه حطها تماك جيت وديرها وديرها عاد باش قلت ليها فين كتسكن قال لي فين كتسكن انت قلت ليها بلاتي شديتو قلبنا صراحه اللي كون هادشي جنوي ولا شي حاجه فهمت لقيتها عند واحد المكانه ديال الايفون واحد تليفون ايفون شويه قديم شويه ولكن مسكين بعدا ما كيهضرش قال لي من السبت وكذا من هنا صافي ولكن عيطنا للبوليس حق صراحه اي حاجه خصك تعيط للبوليس دابا بحال صباح واحد ديفو دارت هذيك المره خايب فاش كان هذاك جات يدق في الدار وكذا من هنا هذيك الساعه تصويرته دير للبوليس صراحه وا مشيت ديكلاريت ودرنا حتى شكايه اخرى وقال لك ما عندك ما ديري حتى شكايه اخرى ما عرفوش تفوجو حتى البنات ما عرفوش تفوجو ماشي ما عرفوش تفوجو قال لك هذا راه تقدري دابا يقول لك عاد تنطلب ولا شي حاجه ولا خاصو حتى يكون شي مونتيف دارو ولا ع واحد قال لك جا قال لك بغي ندخل صافي وا جينا نهضروا وما دار لا اله الا الله صافي شتيو هذا اللي دار لكم نتوما بحال ما هكا راه مشى لواحد السيده بلا ما نذكروا سميتها هي جارتكم هنايا قالت لي خالتي الزهره والله الا قال لي واحد السيد صباح في العزو تيدق عليها والسيده بعدا كينصاب المهم راجلها استاذ دايره داك سميتو ديك الدويويره في الباب اللي كتشوف منها طلت قالت لي شكون قال لها واه حلي الباب قالت لي لا شكون انت اش بغيتي قال لها حلي الباب بغينا ندخلو عندك كيما دايره لا غدا لا بحال ما هكا قالت لي سير مدواش بحالك انا ما دواش ولكن السيده سد الباب صوتو قدام بابها وديرها ملبط عند الباب واه دار مشي المهم عيطنا البوليس دار الاجراءات ديالو صافي لا اله الا الله بعدا ملي اي عواطف خرجت منها تخبر ما قلتيش لي هذيك مزيانه ما قلتش لي فاش تعرض لكم بالجرده غادي شي خالتي الزهره قالت لي قالت لي تجي تصات شوفي في السماء شي خالتي الزهره قالت لي 25 يوم هي مسكينه مكمده ديك الدقه ضربها لها حضره والله تا ودالينا المدرسه راه ضربوا بحجره لهنا شو هرسوا ما شاء الله شحال يدوم من فوقها
انا واحد الواحد اسم محمد، واحد الواحد راه كيكون هنايا في فروج، جيت جيت البلديه، هو واحد وداير راسو مراه عرفتي، وهذاك راه كاين في الفقيه بن صالح، لقيتو البارحه البنات فاش مشيت ناخذ داك الشيء ديال اسفي، دوك الاواني ديال الطين ديال اسفي، مشيت وهو يجي يوقف حدايا. دابا انايا فاش بلاصيت الطوموبيل، حطيت الطوموبيل فيها ساك ديال الحوايج وهبطت عند هذاك، وبقى تيطل في الطوموبيل ويجي عندي، قال لي ارا دوري معايا، وانا نقول ليه خويا ما عنديش، هو يقول لي خويا، ويدير لي الكتفي الطق وحق الله، قال لي خويا انا راه وحده، قال لك واحد، بقيت تنشوف، قلت ليه سير سر راني عارفاك مزيان، هو يقول لي انا راه وحده، جمعي راسك ليك، هو يقول لي داك السيد مولطين قال لي راه وحده، قلت ليه راه واحد، قلت ليه شو غالمشيه ديالو، شو الفورمه ديالو، هو يقول لي، قال لي راه تيقول لينا راه انا وحده، قلت ليه لا راه واحد، قلت ليه وراه يهضر مع شي واحد فيكم غايشدو يجمع لي عباد الله يبقى يقوم، تيقول لي بغا يديني صحه، راه كشت واحد المره هنايا في روج داير واحد الواحد، واش نقول لكم راه لا اله الا الله سيدنا محمد، الله يصايب الوقت وصافي والله العظيم، ما بقى ما يعجب دابا ولاو لتحت، واش داروا معاك البوليس؟ صافي شتو قال لي واش بغيت تتابعوا ولا لا، قلت لهم ديروا اجراءات ديالكم، انا ما نتابعوا ما والو، وراه امي دابا قالت لي نمشي عند البوليس نقول لهم تلقوا، علاش قلت لي راه هو قال لي مس محمد عاد تلقوا، واه مسكينه، ولا اله الا الله، والله الا امي دابا قالت لي انا نمشي عند البوليس شديني نمشي نقول لهم تلقوا، قلت لها راه هو تلقوا راه السي محمد، والوليده كديرنا بحال دراري صغار، والبارع قدام البوليس راه داري يا وليدي ورا نقدر واش نمشي معاكم انا، قال لي الوالده سير صافي خلينا، سيدنا محمد رسول الله بعدا كاين ملي خرجت خير، ما كانوش الدراري الصغار، واصلا عواطف كانت سادة في الصيد، وما عاده ما تيسدوش، وما كنتوش تسدوا الباب، لا ورا دابا كانت خارجه، ما كون سدينا الله يستر يمشي يطلع لشي بلاصه يسمر فيها، تطلع الوالده ولا عواطف الفوق يقول لا اله الا الله، قالت لي السيده اللي لتحت مسكينه قالت لي انا نولي نهبط ونحل الباب على وعدي وسعدي وما تخليوش الباب لتحت محلول، قالت لك الله يسر، قالت لك راه خرجت منا خلعه، قالت لك ما بقينا عارفين، قالت لك غدا بعد غدا يدخل شي واحد في الوليدات وقالت لك انا كنخرج عواطف كتخرج حتى هي تتخلي لينا تتخلي نصر الله، وانا الصراحه شنو نقول لك السي محمد الوقت وحق الله العلي العظيم الاخيات خيبت والله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، هذا مخلق الله يقاد الوقت وصافي، هم اللي خرجت خير بعدا كاين فكوا مع البوليس اللي داو والله العظيم، مره اخرى عندك مره اخرى يرجع عاوتاني اش نقول لك، داك الحكايه لا لا رجع ثاني مره لا قفره معنا لا لا رجع، اش كان تيقول لك نتابعوا هذه المره نتابعوا، اش كان تيقول لك السيد، اش قال لك تخليهم ولا تخلي شي واحد جيران ولا واحد الوحدين اخرين، قال لي يمكن تحصلوا الفوق، قال لي اش كدير مارتو، اش قال لي ما والله ما سمعتو مزيان، ملي جيت وملي جيت انا البنات ملي وقفت بالطوموبيل هنا لقيت واحد السيد جارنا كان تيتعاود مع السي محمد بن الحمام، هو كان قال لي الاوصاف ديالو، قال لي السي محمد راه هو داك، قال لي وراه دخل واحد جيراننا وحدين اخرين، ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله وصافي هادشي ولا تيخلع، حتى داك اللي حدانا اللي كان الله يسر قتل امو راه واخرج وخرجوا ما عرفتش شهر ولا ما عرفتش شنو عقبوا خرجوا، لان واحد انسان مريض ما عندك ما غادي ديري لي غدا عي معاه، الله يحفظك الله يصايب امين هادشي، نوض عطيني خويا الصخيره باش ندير عواطيف، نوض يا خشي لا 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 ما 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 الله 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 صافي صافي والله البنات ما بغاتش، البنات ما امي ما بغاتش تمشي معايا، ما طلبت فيها دابا لا ما نمشيش انايا، ما غاتجي حنان تنفضي شغلي، واه قالت لي واخا تجي حنان انت الاثنين لا الثلاث لا نحد انا، ما بغاتش تمشي معايا، الطوبيس الكبير ما تجيش خاطر تجي ديني ديك خفتي اهرب لك على الشبيكه ديال الصابون ديال العوم، لا وعنت انا وعنت مشيت للحمام، واه واه الحبيب قال لك شكون قال عليك الشبكه ديال الصابون، صباح عرفتي قال لك شكون اللي قال عليك، ما عندي فلوس درتي لاباس الطرقه ديالو الناس ديما دايره لاباس الحمد لله، بغيت نقول لك واحد الحاجه والله والله العظيم باغا ديري لاباس الوالده، اقسم بالله باغا ديري لاباس، راه
كذا بغيت ديري لاباس لاباس قالت لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله وصافي. المهم الوالده ما بغاتش الوالده ما بغاتش تمشي معنا. اجي هكا السي محمد باش ما يبان لنا حتى شي واحد في الفيديو مع ومع تيدوزوا الناس. دابا محبوسه الزنقه من هي ومحبوسه من الجهه الاخرى مقاده غير هاد الجهه. يلا باش نمشي نجيب سنان الحليب. واه سمح لي بغي يمشي يجيب البنت وانا يلا نشد انا الطريق لعند بنياتي. يلا البنات الله في راسكم وردوا البال راسكم. الناس ديال سوق السبت وديال القيدن صالح ردوا بالكم لانه فعلا ولات هاد كيف ما دخلت الزوره النيس جايه وغتعاود لك السمحة انت شنو وقع لها لان ولاو هاد الناس مساكن الله يحسن العوان وصافي والله يجيب الشفاء للجميع والله يشوف من حالهم. حتى واحد ما صابه كيف بغا ولاو بزاف كثار فعودوا ردوا بالكم خصوصا العيالات لانه كيضربوهم بزاف. يلا البنات الله وليا في راسكم. السلام عليكم.